اشترط الليبيري ويليام جيبور اللاعب السابق لفريق الوداد الرياضي لكرة القدم الحصول على ما مجموعه نصف مليار من أجل التعاقد مجددا مع الفريق الأحمر والدفاع عن ألوان خلال منافسات الموسم الكروي المقبل. وقالت مصادر موثوقة إن جيبور طلب الحصول على المبلغ المذكور بالنظر إلى قيمة العقد الذي وقعه بداية الموسم الجاري مع فريق النصر السعودي. وكان جيبور توج الموسم الماضي هدفاً للبطولة الوطنية رفقة الوداد بما مجموعه 19 هدفاً.